İHA İnsan Yardım Vakfı olarak şu an Mısır'dayız. Sağlık yardımları kapsamında Gazze'ye göndereceğimiz ambulansların satın alımlarını tamamladık. Gerekli işlemlerin tamamlanması ve insani yardım koridorunun açılmasıyla beraber refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştıracağız. Bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. اليوم التاسع اليوم الأحد هو اليوم التاسع للعدوان على قطاع غزة. يقوم فريق مؤسسة الإيهاها بتقديم أو بتجهيز الطرود الغذائية التي سوف يتم نقلها لمراكز الإيواء وذلك لتوزع على الأسر التي نزحت إلى الأماكن ومراكز الإيواء. كل الشكر والتقدير للمتبرعين الكرام على هذه المساهمة، وما زال قطاع غزة يحتاج المزيد المزيد من الدعم في ظل حالة إنسانية صعبة يعيشها سكان القطاع بشكل عام. 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت الحصار يحتاجون الغذاء ويحتاجون الدواء ويحتاجون الماء ويحتاجون جهودكم في الدعاء وفي تقديم ما تستطيعون من تقديمه من دعم لهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وهذا جزء مما هو كثير لديكم يا أهل الإحسان والخير متبرعي مؤسسة الإيهاها في تركيا وفي كل أنحاء العالم. بارك الله فيكم.